مساء الخير. المسيحيين عايزين ايه؟ المسيحيين عايزين ايه؟ الاقباط عايزين ايه؟ مع قناتكم قناة الملكة والامير، وبقول باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا مسيح. المسيحيين عايزين ايه؟ انهيار وبكاء شقيقة احد المسيحيين في انا اللي سجنوا ورغم انتهاء مدة العقوبة. بولس مات، بس مش بولس اللي مات، لا ده بولس ابوه مات وامه ماتت واخته مات واخوه مات وما شافهمش. ايه القصة بقى؟ جات الاخت بوزية منهارة شقيقة بولس وبتعيط، ما تمش الافراج عليهم برغم انهم خلصوا مدة العقوبة الكاملة المؤبدة، هو ومسيحيين تانيين من نجع حمادي. وبتقول بوزية لتصريحات لقناة الملكة والأميرة، الملكة والأمير، الملكة هي العذراء وماجرجس أخويا وكحول ابن أخويا محبوسين في نفس القضية مع هاني وهيب وبقالهم 30 سنة في السجن. وفضلت تبكي وبتقول بولس أبو مات ما شافوش، أمه ماتت ما شافهاش، أخته ماتت ما شافهاش، أخوه كمان مات وكان نفسه يشوفه ما عرفش برضه يشوفه. ايه اللي بيحصل؟ المسيحيين عايزين ايه؟ وقالت انا دلوقتي كبرت في السن وما فيش حد بيزورهم في السجن، ما لهمش حد. بولس كبر وبقى عنده 60 سنه ومحتاج حد يرعاه وهو عيان في السجن وعاوز علاج وما فيش حد بيروح يزوره. قالت كمان ان القصه دي ابتدت امتى؟ سنه 93 بقريه المشابك في نجع حماتي محافظه انا، لما جت بنت مسيحية عندها 14 سنة قاصر واتجوزت من شاب مسلم وأشارت إسلامها مع ألف سلامة، وقرر جوزها حبكت بقى أن بعد ما اتجوزها وأعلنت إسلامها يرجع بيها للقرية ماشي، وكل الوقت يستفز أهلها إيه ويعمل لهم فضيحة وهليلة وبليكة البت اللي أسلمت وكل الكلام ده، ومش يسكت لا وشمل أهلها. والمهم ايه، جه بقى في الوقت بعد الغيظ ومفاد بقى اخوها بلغه الصعيد والعادات وتقاليد المجتمع الصعيدية انه يتخلص من البنت دي، وقام راح قتلها وكان معاه بعض قرايبه. وهنا حصل انفجار وبركان الغضب على المسيحيين وتم مهاجمه منازل القريه. ايه بعض المسيحيين هربوا من الموت وانتقل العنف في القرية بعد كده، وتم سرقة جميع المنازل المسيحيين وتهجير جميع الأسر وهجروا من قرية المشابك، وبقى ما أكثر من 15 أسرة مسيحية وقرية كم السيد 40 أسرة مسيحية، واضطروا أنهم يبيعوا إيه منازلهم بأقل ثمن بيع. يا راجل لدرجة أن البيع كان بيقل عن يعني عن تعيش وصل ل 20% من الثمن الحقيقي، ولجأوا إلى قرية أخرى ويعيشوا فيها. لكن في أحد أقارب الشباب قال إن الشباب اللي اتحكم عليهم وهم كانوا في عمر العشرينات وهم كحول كامل بولس، أخو البنت اللي أشارت إسلامها واتقتلت وكان وقتها متجوز وكانت مراته حامل في طفلة، ما شافش بنته لحد ما كبرت وبنته اتجوزت الحمد لله وجابت إيه؟ طفل واصبح جد، وهو لسه مازال في السجن هو والاخر، هو وابن عمه بولس بطرس بولس، وكان في عمر الثلاثينات. وهاني وهيب اتحبس برضه قبل ما يتجوز يا عيني، وناصر منير بشرى وجرجس رادي وجرجس وفوزي مخيط والثلاثه المذكورين في من قريه الكشح بصعاد. والشيء الغريب برغم ان هو اللي قاتل خد 30 سنه الا هم كمان خدوا 30 سنه مؤبد، وقال ان الحكم على الست اشخاص ما استغرقش وقت طويل، هو بتك تك حكم عليهم بقتل الفتاه في سنه 93 في جنايات هنا برقم 1793 على 5093 نجع حمادي، ورقم 1793 على 1099 جنايات هنا، وكانت المهزله والدنيا. طيب يا جماعه هو المسيحيين عايزين ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ قال لك اصل كمان الاشتباه في معاناه قاتل المهندس فادي نبيل من مرض نفسي. يا سلام يا سلام، اي حد يعمل في اي حاجه في اي حد مسيحي يكون مرض نفسي، ربما قد يكون حقيقي.
وادعوا حطوا المتهم احدى منشات الصحه النفسيه، يغش بقى مستشفى المجانين ويعيش كده كام سنه سنتين ثلاثه وخلاص هيخف على كده. امرت النيابه العامه بحبس سائق قتل المهندس بجرافه لودر بالقاهره الجديده، وقالت النيابه انها اختلت صراحة يوم الاثنين ال15 من شهر مايو الجاري، انه سواق دأس المهندس بموقع بناء تحت الانشاء باستخدام الجراب، وتم ضبط المتهم واللودر المستخدم في جريمه وبشرت النيابه، وراحت انتقلت لمكان الواقعه وخدت الراجل اللي قام بالجريمه اللي بيقولوا عليه مريض نفسي، وخلوه عمل مسلسل للعمليه ازاي وهو بيقتل المجني عليه. وشهود عيان الواقعة قالوا ان المجني عليه كان بيعمل مهندس بالموقع بينما المتهم يعمل سواق، ورفع مخلفات اعمال البناء. والقصه دي احنا حكيناها، ولكن واضح ان هم هيعملوا ايه شويه تحاليل على هذا الشخص العجيب، هذا الشخص الجميل اللي يعني اتضح ان الراجل ده يا عيني ما كانش قصده، اصل هو مريض نفسي، برغم ان هو قال لك يا جماعه انا مش بحب المسيحيين، ارجوكم انا قتلته عشان مش بحب المسيحيين. يا عم براحتك، تحبنا ما تحبناش دي حاجه ترجع لك. الاب ويليام سيدهم بيقول انا عاصرت حرب تيار الاسلام السياسي في المنيا وما استسلمتش، قلت اللي بيحصل ده قله عقل. ايه يا عم؟ قال لك كشف الاب ويليام سيدهم اليسوعي احد الرهبان اليسوعيين ومؤسس جمعيه الجيسويت بتصريحات لمنصه الساحه قبل ان يحدث انه عاصر حرب تيار الاسلام السياسي في محافظه المنيا لنشر افكاره المتشدده من خلال العنف، وانه لم يستسلم لهم. وقال من حرب لبنان على حرب الاسلام السياسي في المنيا انا رد فعلي ما كانش اني بقى اقفل واعمل زي ما بيعملوا، ما ينفعش الكلام ده، عيب مش صحيح. كنا بنحاول نشرح ان اللي بيحصل ده قلة عقل ومش من الدين في حاجة، كنا بنحاول نخفف عنهم. انا كنت بعمل ايه هناك؟ كنت بدرس الدستور والقانون للطلبة، بدرس لهم اللي بيجوا مضروبين كل يوم، اللي مضروب واللي مهشم واللي حالته حالة. وقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه التصريحات للأب ويليام سيدهم اليسوعي احد الرهبان اليسوعيين قبل ان يحتم، متذكرين تاريخه الطويل في الخدمه المجتمعيه وخدمه الفن والفكر، وكل الشكر وكل الحب وكل التقدير لبلدنا العظيمه بلد مصر التي نشعر بها بالمواطنه في عهد رئيسنا المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت قياده وصلوات غض قداسه البابا تودروس قيادته للمسيحيين، البابا تودروس الثاني بابا بطريرك الكرازه المركزيه، وتحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي قائدنا العظيم قائد مصر الاعظم. ويا رب نطلب من الله ان يعني يشيل عننا الوباء والغلاء وكل ما هو شر لمصر. اشكركم، ولو عجبكم الفيديو لا يعني تبخلوش ابدا في اشتراككم القناه. شكرا لكم احبائي وعزائي وعلى تعليقاتكم الجميله وعلى اشتراككم، الحمد لله تعدينا ال 10,000 مشترك، ورب عبال ما نوصل ل 100,000 مشترك. شكرا لكم احبائي وعزائي، ومنكم كل الحب والتقدير. سلام الرب.